هذا الشكر لسهر. وفي كلية الكوتة الجامعة تنظم المهرجان الثقافي الطلابي الأول الذي ضم مجموعة من نشاطات فنية وثقافية من أجل الارتقاء بالفنون الشعبية، منها الشعر الشعبي ورقصة التشوبي، إضافة إلى المسرح والغناء وباقي الفنون. تقييم كلية الكوت الجامعة المهرجان السنوي للطلاب والنشاطات الطلابية بتعاون مشترك بجميع الأقسام خصوص قسم التربية البدنية، لأن أكثر شيء ارتكاز هو على قسم التربية البدنية والطلاب، لأن عندهم فقرات الإيقاع فاستغلينا هذه المواهب، أضافة لبقية الأقسام يعني شاركوا بالبازار وشاركوا عندنا نقش هنا، نقش حنة الحياكل عفو، أضافة إلى فقرة الرسم والشوبي، رقصة شوبي والمسرحية. فإن شاء الله راح يكون مهرجان متنوع ومهرجان مميز بفضل جهود اللجان المشاركة وفضل خصوص قسم التربية البدنية. من مبادرات التي تقيمها كلية الكوت الجامعة وحدة النشاطات الطلابية، نستعرض أمام حضراتكم اليوم مهرجاننا الجامعي الطلابي الأول. حقيقة هذا المهرجان يحتوي على فقرات كثيرة ومتنوعة، من ضمنها فقرة الشعر الشعبي وكذلك فقرة الأسئلة المتنوعة مشفوعة بالجوائز، وكذلك مسرحية من إنتاج طلبتنا. كذلك يحتوي المهرجان أيضا على فقرة رقصة التشوبي وكذلك الأوبريت مع العزف والمزيد من الفعاليات الأخرى كالبازار وغيرها من الفعاليات. تقييم هذا المهرجان في كلية الكوت الجامعة بمشاركة شعراء واسط الشعبين وكذلك مسرحيات، عرض مسرحي ومعرض كتاب ومعرض للرسم في كلية الكوت الجامعة. نتمنى استمرار هكذا مهرجانات ثقافية، وذلك من أجل التنوع ورفع المستوى الثقافي في العراق الحبيب. اليوم عندنا المهرجان بدأ جامعتنا، المهرجان الأول من نوعه في الكوت الجامعة، وبأكثر من فقرة. عندنا مثلا فقرات الشعر وفقرات الأوبيرا والمسرح، وعندنا فقرة احنا اختصينا بها فقرة التشوبي، هي شو نقول رقصة قديمة تراثية عندنا اندثرت مرور الزمن من صارت الحروب والماس اللي صارت بسبب داعش وغير داعش، فنحن نحاول نستذكرها وخصوصا يعني بالكوت تقريبا اندثرت عندنا بالكوت سواء وبالجنوب. فاحنا شباب مجموعة قررنا نسوي فرقة سميناها فرقة تراث العراق حتى نحيي هاي الرقصة الشعبية القديمة او التراثية.